ومن الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد إلى التذكير بالعناوين. الدكتور أحمد عبد الله عبد يهنئ العراقيين بالعام الجديد ويواصل التخفيف من معاناة أهله في مختلف مناطق صلاح الدين. محافظ صلاح الدين يتمنى عاما سعيدا ومستقرا للعراق وشعبه وأهله، ويؤكد أن خدمة المواطنين ستبقى على رأس الأولويات. المواطنون يهنئون محافظ صلاح الدين بالسنة الجديدة ويثمنون جهوده في إعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية وعودة النازحين. توتر مفاجئ بين واشنطن وبغداد بعد اقتحام السفارة الأمريكية، ومراقبون يطرحون سيناريوهات ليس جميعها مطمئنة. شكراً لحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير.